أنهار، أنا يمكن قلتلك ألف مرة أوعك تحكي مع أي حدا غريب، ما تطلعي مع حدا. أنا عم أحكي معك أنهار، عم تسمعيني؟ ها؟ خدي خدي شوفي، هاد هاد بابا، وهي ماما، هذا بشير، وهذا بلو، وهذا الدكتور أكرم، هي عمته فاتن، وهذا عمه سمير، وهي إميلي. بس هدول هن رفقاتك، ما حدا تاني، فهمتي؟ ما بتطلعي إلا معهم بس، وما بتحكي غير مع هدول اللي قلتلك عليهم. تركي هدول من إيدك، تركيهم. لما بحكي معك بتطلعي فيني أنهار. مو كل الناس بهالعالم مناح يا بنتي، لازم تعرفي تفرقي بين المنيح والسيء. إذا حدا أخذ لك لعبتك بتتضايقي منه وبتزعلي وبتصيري تعيطي وتصرخي. طيب ليش أنت ما بتعملي هيك لما حدا غريب يجي يقرب منك؟ هو كمان بده ياخد منك شي، نفس الشي هو بده يأذيكي أنهار. أرجوكي تعلمي تحمي حالك منيح أنهار، أوعك تسمحي لأي حدا غريب يحاول يلمسك أو يحاول يمسك إيدك، فهمتي؟ أنت عم تفهمي أنهار؟ آه؟ إيه هيك بدك هيك تتصرفي، فهمتي علي؟ مو بس بعد ما تنأذي لازم تحاولي تكتشفي نوايا الناس منيح، يمكن يجي لعندك حدا ويحكي معك حكي حلو أو يحاول يلحمس على راسك بحنية، بس أنت لازم تبعدي عنه فورا. رفقاتك هن اللي حطيت لك صورهم بالدفتر وبس، ما في غيرهم بنوب، فهمتي علي؟ آه؟ افترضي أني واحد شرير، يعني بجي لعندك وبحاول أني ألمسك، لا تسمحي لي ألمسك أبدا، لا تسمحي لي، حاولي تبعديني عنك، يلا بعدي أنت كمان، بعديني، أنا ماسكك في إيدي، لا تخليني أعمل هيك، يلا حاولي. يحيى، يحيى أنت شو عم تعمل؟ تأذيها هيك؟ أنا عم حاول علمها تعتمد على حالها، بس هي ما عم تفهم علي. بدها وقت يحيى. أنا ما معي وقت كثير. شو قصدك؟ أنا قصدي إنه أنهار مو مطولة لحتى تكبر، وفي كتير شغلات لازم نعلمها إياها، حتى أي بنت يعني لازم تتعلم وتعرف كتير شغلات بهالحياة. وأنهار كمان متوحدة، مو هاد يلي بدك تقوله؟ يحيى أنت بتعرف إنه بنتنا أنهار متوحدة، وهالشي بيخلي مسؤوليتنا أكبر تجاهها، رح تاخد وقت لحتى تقدر تتعلم، هي مو ممكن تستوعب كل شي بسرعة. بس كل يلي علينا نعمله إنه نكون معه وما نتركها وحيدة أبدا. أنهار بنتي، من اليوم الماما والبابا رح يضلوا معك دائما. بس ما في حدا دايم لأنهار، أنت عم تفهمي يا فادية؟ طيب افترضي نحن الاثنين ما كنا مع أنهار، شو ممكن إنه يصير فيها؟